اللي شافكم في الخسران ما لازمش يسكت احنا غادي في الخسران احنا معهم واللي قبضتوه ما كتاخذوش حتى معاه حتى الاجراء القانوني كتنوضوا تصبنوا فيه. اش من حق عندك باش تنوض تصبن فيه؟ اش من حق عندك؟ لقيتي خارق القانون شديه ديه طبق عليه القانون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي خوتتي ومرحبا بكم في نهار جديد. الى كنتوا صايمين تقبل الله صيامكم، كنتوا فاطرين صحه فطوركم خوتي خوتتي. كيف كتعرفوا اخر فيديو درته هو على الشيخ كشك رحمه الله. واليوم يعني ما انتبهتش بزاف لذاك الفيديو شنو دار في المشاهدات ولا اليوم بعد ما فطرت تقبل الله صيامنا مشيت للاستوديو ديالي نتاع اليوتيوب وكنلقى يعني الابونيين نزلوا. انا ما فهمتش اخوتي يعني موضوع بحال هذا يهرب ناس، ما فهمتش واش يعني موضوع ما يستاهلش الاهميه ولا انا غلطت في شي حاجه ولا ما فهمتش يعني موضوع بحال هذا يهربوا منه الناس. هذا هو اللي حيا امري، ما عنديش غل. انا واحد الناس الله يجزيهم بخير تيشاهدوا الفيديوهات ديالي، شكرا لكم جميعا، شكرا على الناس اللي كتخلي التعليق، شكرا على الناس اللي كتخلي لي لايك، المهم شكرا جزيلا. اللي ما فهمتش انا اللي ولكن بقيت نشوف وانا نقول ياك ما لحيا اخوتي، هذه لحيتي اخوتي، هذه لحيتي، ما لحيت حد. وعلى ذكر اللحية خوتي، سبحان الله كل رمضان يعني كنربي اللحية هادي فيا من سنين، راني ما عمري كنربيها ولكن رمضان سبحان الله كنكون ابو لحية. اللي منافق يخرج من القناة ديالي الله يجزيكم بخير، وهذا المحتوى لا يليق للمنافقين. صافي ما عجبتكش انسحب يا اخي، لا للنفاق، لان كنعرفكم كلكم المنافقين، تنعرفكم جميعا، تنعرفكم جميعا. يعني شنقول لكم، نتوما الناس كتبعوا التفاهات وكتبعوا وداك الشيء ما عمركم تشوفوه من عندي انا بعدا، هذاك الشيء هذاك التفاهات ما عمركم تشوفوه من عندي، شي حاجه تافهه باش نتفاهموا. يعني مواضيع كنحاول ندير مواضيع زوينه، واش غادي نعاود نقول واخا مثلا ما كرهتش ما غاديش نهربوا من هذا الشيء، ما كرهتش انا نربح من اليوتيوب، ولكن ملي ما قال له قال لي ما تبطلش تقوي، يعني بقات فيا كهوايه والله اخوتي، الا بقات فيا هاد فهمتي. وبالخصوص المونتاج، متى تصوير الفيديو ما عنديش معاه بزاف، اللي عندي معاه هو المونتاج. فلهذا الله يجزيكم بخير، اللي كيتسنى مني شي حاجه تافهه راه ما غتوصلوش، اللي كيتسنى ندير له تبادل الاشتراك، سير اخويا شوف عام تبادل الاشتراك، انا ما كنتبادل الاشتراكات، انا الا جيت نوريك الليستة ديالي مع من ابوني راك غادي تبقى حال فمك. ناس متقفه، ناس دعمتني ومداتني ومازال كتساندني لحد الساعه، هادو هما الناس اللي عندي. وبالخصوص كيف قلت لكم واحد المره، اليوتيوب فيه ما يتشاف، فيه ما يتشاف، ما تتبعوش غير التفاهات. راه كاين يوتيوبر شنقول لكم، كي قلت لكم كاين الصناعه، كاين الطبخ، يعني داكشي احترافي، كاين مواضيع زوينه، كاين ناس عندهم قضيه كيهضروا عليها، كاين تاريخ، كاين بزاف ما يتشاف. وانا يعني اعوذ بالله من قلت، انا مره كان هذه قناتي ندير فيها اللي بغيت، راه اليوم ندير لك على كشك، راه البارح درت لك على طالوني. وديك وعلى ذكر طالوني، من داك الفيديو ديال طالوني تخيلوا اخوتي تهزوا لي زابوني عندي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. من درت فيديو على واحد شاب تزادوا المشتركين، ومن درت فيديو على احسن شيخ رحمه الله ما تلقاش يعني لا في ذاك الوقت ولا في هذا الوقت بصراحته، وباش ما امر الله سبحانه وتعالى ويهربوا المشتركين من هذا الفيديو باز اخوتي. انتما
واغلبيه نشوف المسلمين اللي تابعيني راه يعني تلقوا اللي تابعيني راه يشوف فلوغ ولا هذا الموضوع بحال هكاك ما تي يعني ما غيديهاش فيه ما غيفهمش لان انا ما كنديرش الترجمه. واخا سيدي هذا موضوع تكلمت على نفسي. الموضوع الثاني على مينا عمال بدويه. لا ياخذ فيكم الحق يا اخواتي، الله ياخذ فيكم الحق الحكومه المغربيه. انا ما فهمتش اخوتي ما فهمتش هذاك القرع، هذاك القرع ما غنسميش هذاك القرع اللي كان تينصب اسم الجمعيه الملكيه ما خلى مش نقول لك وكان هو عون في النصبه ديال العقار اللي تنصبات على ناس كثار من اغلبيه منهم الجاليه اللي ما خلاش خلى 78 مليون تما كاينه بلوس المظاهره اللي خرج بالناس بلا كمامات تجمع قبضوها سيدي عطاوه شهرين صورتي وخرج زيد شكون اخر ولد الوزير سيدي صبن شرطي تماك حتى هو يعني ما دارش بقانون الحجر الصحي صبن شرطي في الطريق قبضوه حكموا عليه بعام وفي التالي خرجوه ما كاين والو. امي نعيمه مسكينه اللي وهاو مع عدد من الناس دابا تيخرجوا كل نهار يعني الناس مجموعه يعني الناس تخرج ماشي قالت غادي يخرجوا لا الناس تخرج وهكاك ما كتاخذوش معهم واللي قبضتوه ما كتاخذوش حتى معاه حتى الاجراء القانوني كتنوضوا تصبنوا فيه. اش من حق عندك باش تنوض تصبن فيه؟ اش من حق عندك؟ لقيتي خارق القانون شديه ديه طبق عليه القانون ياكم خارجين القانون لا جات جلسه تصبن فيه تبقاو تحقرو في ولاد الناس واش مشعشعين في رمضان ولا شنو؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واش تشعشعو على ولاد الناس؟ تنوض تصرفق في ولاد الناس هكاك ولا في مرا كبيرة ولا راجل كبير والمرا اللي ماتت بين يديكم مسكينة في تاونات من حقها عند من حقها؟ هذا هو بلاد الحقرة. لا سيدي تطبق القانون بحذافيره على اي مواطن يتطبق القانون بحذافيره. امي نعيمه مسكينه دابا اللي ضاربينها بعام والمراه مريضه وما تستاهلش داك العام راه رجعنا للقانون راه ما تيخولهاش باش تعطيوها عام اسيدي رافو من حق داك المراه مسكينه ومن حق وليداتها سعادة القاضي الله يجازيك بخير رافو من حق داك المراه جلالة الملك نصرك الله تدخل في هذه القضيه الله يجازيك بخير تدخل في قضايا بزاف ديال الناس مظلومين الله يرحم الوالدين راه انت عندك تليفون وانت كتشوف اليوتيوب وانت كتشوف الاخبار وكتشوف بزاف يعني جزاك الله بخير حاول تشوف هذه القضايا ديال هاد الناس اللي مظلومين راه كاينين بزاف ديال الناس اللي مظلومين والله ياخذ حقهم هادشي اللي غادي نقول محمد السادس الله يجازيك بخير ونصرك الله الى ما شوف من حال هاد المظلومين جازك الله خيرا الى ما شوف من حال هاد المظلومين. واخا اخوتي هذا موضوع امي نعيمه والمظلومين داز ارى لي موضوع اليوتيوبر المنافقين كاين كيف شفتوا مؤخرا كان واحد الفرنسي يعني دهس بعض الاغنام ديال واحد الراعي صغير وخرجت شي اخبار بان مولاي رشيد الاخ ديال جلاله الملك تدخل وشرالو يعني كميود الغنم وهذا الخبر لا صحه له. وشكون اللي نايض سيدي داير حلقه عليه ويعني اش غادي نقول لكم واحد الشخص اللي القناة ديالو سميتها سنطوحي تي في يعني اش غادي نقول لكم يا اخواتي هاد السيد مع احترامي الناس سود البشرة هو من الناس يعني ديال سود البشرة تيتعاطف مع وحدة عنصرية ما خلات ما جالس في صحاب البشرة السوداء وتيساندها وزاد دار فيديو مؤخرا على هذا الراعي وتيقول بان مولاي رشيد شرالو كاميو ديال الغنم يعني اجود ما كاين في الغنم وكيف قلنا هذا الخبر راه لا صحه منه ولا صحه له ما يعني ما هادشي
علاش اخويا غتبقى غير كتبلبل على الناس؟ وها اللي قلت لكم هذا نوع من التفاهات، ما كتلقاو فاش تهضروا صافي خصكم تنمموا في اي حاجه وتوصل وتوصل، فهمتي؟ ها هو كيف قالت الاخت مولات الماسك، يعني حرمتي له انت رزقه. الا كانوا حتى شي ناس غادي يساعدوه، جيتي انت اسيدي وقطعتي له رزقه بهذا الفيديو هذا اللي درتي. هذا الفيديو راه خصك اخويا تعاود دير فيديو واحد اخر وتصحح المعلومه ديالك، ماشي تجيب الخبر مشي جريده لا رسميه لها ولا اساس لها وتمشي تهز منها الخبر. ها باش تعرف راسك ما كتبحثش تاع المعلومه الحقيقيه ولا المعلومه المدققه، غير اللي لقيتوه تهزوه وتزيدوا فيه. سي محمد فيديو، راني خدمت في فيديو، راني 4 ايام وانا كنخدم فيه. اخر فيديو هذا ديال الشيخ كيشك رحمه الله 4 ايام وانا كنخدم فيه، لا من بحث ولا من حفظ التكست ولا من مونتاج ولا من اي حاجه. فلهذا الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تبلبلوا على الناس، ما تبقاوش. واش بقات في المشاهده؟ ما بقاتش في المشاهده، راه ادوا ما عندو المشاهده وصاري سولو سينا وزيد وزيد وزيد، راه ملايين المشاهد مبقاش في المشاهده، راه بقات هذاك التقليد راه كتدي على رقبتك. هذاك فيديو راه كيتسجل عليك دنيا واخره، ويعني وتيبقى تا مدون يشوفوه حتى ولاد ولاد ولادك، يقول لك جدي كان كذاب. شوف اسيدي صحح المعلومه ديالك، الله يجازيك بخير، صحح المعلومه ديالك وما تبقاش تساند العنصريين. وانا كنت بحالك نشد داك القناه انا هكا، ما بقاش واش بقات غير في 100000 ولا في مليون ولا لا لا لا, لا. هذاك الشيء راه غادي يا سي محمد، الشيء راه غادي، وبنادم راه عايش بداك الشيء ولا بلا داك الشيء، فهمتيني يا اخي؟ ولهذا الله يجازيكم بخير اخواني المنافقين، اخواتي المنافقات، اخواني المعتوهين، اخواتي المعتوهات، الله يجازيكم بخير. عرفوا اش تديروا. واش غادي نقول لكم؟ موضوعي انتهى حتى لهنا، ونطلب من الله تسمحوا لي، انا ما كنقصدكمش المتابعين اللي كتابعوني يعني بوفاء، كنقصد غير المنافقين، باش كاين المنافقين بزاف، لا من عائله ولا من اصدقاء ولا ما رايح شمت نسميهم. فلهذا سيروا الله يخلص كل واحد، والسلام عليكم حتى الموضوع الجاي.